اعتمد رئيس جامعة البحرين الدكتور فؤاد محمد الأنصاري نتائج قبول الطلبة المتقدمين للالتحاق بالجامعة للعام الأكاديمي 2023-2024 الذين استوفوا شروط القبول وفقا لمبدأ التنافسية بالاحتكام إلى المعدلات التراكمية في الثانوية العامة. رئيس جامعة البحرين أكد أن الجامعة الوطنية مستمرة في احتضان خريجي الثانوية العامة الحاصلين على معدل 70% فأكثر، وذلك بحسب الطاقة الاستيعابية لبرامجها في مختلف الكليات، مشيرا إلى أن الجامعة تمكنت من استيعاب نسبة كبيرة من طلبات الالتحاق بها، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تتلقاه الجامعة الوطنية من ملك البلاد المعظم والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشددا على أن هذا الدعم الكريم يعكس الثقة بقدرة الجامعة على الاستمرار في أداء دورها المحوري ورفد سوق العمل بالخريجين المؤهلين، مؤكدا بأن الجامعة سوف تسخر جميع إمكانياتها لاستيعابهم في الحياة الجامعية ومساعدتهم على التحصيل العلمي والمعرفي ليواصلوا مسيرتهم العلمية.